ما الذي تعرفونه عن حال علي بلحاج؟ هذا كان من أول يعني من الأصحاب يعني الانتخابات والمحرضين على الحكومة الأولى هدانا الله إياه، وكان يقول بعضهم كان رجلا فيه صلاح، علي بلحاج كان رجلا فيه صلاح، لكن الله أعلم بحاله الآن ما أدري. هو نعم من المعارضين للحكومة، من المعارضين للحكومة، وعلى كل حال ننصحكم بالابتعاد عنه وعن أشباهه، لأن المرة الأولى بسببه وبسبب بعض الناس حصل قتل كثير في الجزائر بسبب الفوضى، بسبب الفوضى بارك الله فيكم. فننصحكم عن الابتعاد عن علي بلحاج وعباس مدني ومن جرى مجراهم ممن يثيرون الشعوب على ولاتهم. نحن ما نختلف أن الحكومات عندها معاصي، عندها مخالفات، وعندها بعضها شركيات، ولكن العلاج ليس هذا. العلاج تعليم الناس، الدعوة إلى الله بحسب الإمكان، نصح لولاة الأمر أن يغيروا من ليس أهلا للولاية، ولكن قد عقوبة على الحكام وعقوبة على الخارجي. وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم قد يكون هناك رجال من الخارجين فيهم صلاح وعبادة، نحن ما نختلف، لكن أخطأوا الطريق، نقولها صراحة أخطأوا الطريق، لأن الديمقراطية سلمكم الله ليس فيها مصلحة لأي شعب، بل ضرر الديمقراطية ظهر جليا للصغار والكبار، للحكام ولغير الحكام. هنا في اليمن كانوا يظنون أن الديمقراطية سترفع البلد وترفع اقتصاد البلد، فبعد ذلك الحكومة الأولى عرفت أن بعد أن قامت الفتن هنا في هذه الأزمنة الأيام، عرفوا أن الديمقراطية لا تصلح الشعوب أبدا بل تفسدها. الله المستعان.